بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. دقيق ونودع شهر رمضان، الشهر اللي عشنا فيه معنى البركة والإيمان، المنحة الربانية اللي بيديها لنا ربنا كل سنة. بكرة أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الجايزة، يوم فرحة الصائمين بنتيجة صيامهم وعبادتهم وصلاتهم وقيامهم. كل سنة وحضراتكم بألف خير. هنستقبل عيد الفطر ازاي والحكمة من الأعياد في الإسلام؟ ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله وهنقوله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، كل سنة وحضرتك طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك وكل عام وجميع العاملين في هذه القناة الجميلة، وكل عام وجميع المشاهدين والمشاهدات بخير وسعادة وصحة وعافية ورضا واطمئنان، اللهم آمين. آمين يا رب. يوم الجائزة، يوم المكافأة على الاجتهاد 30 يوم، وإحنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وبنجتهد ونسعى للخير وننتظر مكافأة ربنا سبحانه وتعالى لينا، اللي ربنا بيقدره ويبقى راضي عنه هو اللي يستمر في الطاعة. يعني ربنا نقول ايه، مش هنقول غضبان عليه، ولكن اللي ما اجتهدش كويس، اللي ما قامش بدوره صح، اللي ما عبدش ربنا صح في الشهر الكريم، ممكن يبقى يعني يرجع تاني للسكة اللي قبل كده، او يعني ربنا بقى يكرمه ويقدره ان هو يكمل على الطاعة حتى لو كانت بالقليل. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. دايما يا فندم آخر يوم في رمضان ده بتتنازعني مشاعر عجيبة، اللي هي فرحان وزعلان الاثنين فعلا جوه بعض. يعني طب زعلان ان الشهر خلص بسرعه، صح؟ وفرحان ان ربنا اعانني فصمت، واعانني فقمت، وتلوت القران وتصدقت وذكرت ربنا، وفهمني حضرتك، ولعل الله عز وجل ان يجعلني من المقبولين، لعلني اصبت ليله القدر. فرحان بالعباده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفرح بالصيام، أفرح بالقيام، أفرح بأن أنا أتممت شهر رمضان، أفرح أن ربنا سبحانه وتعالى أقدرني واداني نفس، ما غيري مات وهو أصغر مني، وغيري مات وهو أقوى مني. المسألة ده عطاء ومنحة ربانية، فأنا فرحان بالمنح الربانية اللي لا تعد ولا تحصى. فرحان أن أنا صمت وقمت. هو أنا أفرح بالطاعة طبعا، ما فرحتش بطاعة أفرح بإيه؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. يعني الواحد عمل خير فيبقى فرحان، عمل شر زعل من نفسه. فأنا فرحان لأني بفضل الله أتممت رمضان والصيام والقيام والقرآن والصدقات والطاعات والإحسان، وزعلان أنه رمضان عدى. زمان كنت بقول بيعدي بسرعة، دلوقتي بيفر من بين ايدينا. فر فعلا. يا شهر رمضان ترفق، دموع المسلمين تدفق، قلوبهم من ألم الشوق والفراق تشقق. انتظر تمهل، فما أجمل صيامك وما أحلى قيامك. لقد ذقنا فيك لذة في غير كما ذقناها، وعشنا فيك عيشة في غير كما عشناها، فكيف ترحل عنا بعد أيام عظيمة قضيناها؟ إن رحيلك عنا مصيبة أبدا لن ننساها، ولكن تلك مقادير ربي قدرها وسواها. كان نهارك صدقة وصياما، وليلك قراءة وقياما، فعليك منا ومن الله تحية وسلاما. سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الحزن من قلبي عليك بفاني. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر الإحسان، السلام عليك يا شهر الصيام، السلام عليك يا شهر القيام، السلام عليك يا شهر الشفات الذابلة، السلام عليك يا شهر الدموع الهاطلة، السلام عليك يا شهر البطون الضامرة، السلام عليك يا شهر القلوب الخاشعة. أسأل الله عز وجل أن يختمه بالقبول والغفران والعتق من النيران. أقوم أروح. ده من المأسورات. ده مأسورات جميلة قوي، ده أنت خلصت المأسورات كلها. يا ربي رضيك. رمضان حاجة تانية طبعا، قوي 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 بمعنى الكلمة. ولذلك كان الصحابة آخر رمضان، يا رب اقبلنا. طب قبلك الله افرح، بس خلي بالك أيها المقبول تهانينا، الف مبروك، بس خلي بالك انت لم توفق بنفسك، وفقت بالله.
أيها المقبول تهانينا، بس ما خلصتش، كمل. أيها المقبول تهانينا، لكن من علامات القبول الاستمرار في الطاعة. أيها المقبول تهانينا، لكن اعلم إنه من علامات القبول ألا تعود إلى الذنوب التي تركتها في رمضان. أيها المقبول تهانينا، لكن من علامات القبول أيضا معاودة الصيام بعد رمضان. طب المحروم اللي حرم من القبول، حرم من المغفرة، أيها المحروم تعازينا، لكن ما خلصتش. المعنى اللي حضرتك قلته في المقصورات الفظيعة اللي سمعناها دلوقتي دي، ده اللي ربنا بقى رضي عنه قوي قوي قوي، عشان يستشعر ويتعامل مع الشهر الكريم وكأنه ضيف. وضيف خفيف وعزيز وليه اشتياق وحاجات كتيرة جدا. مظبوط يا فندم، مظبوط. لكن هو الضيف وهو ماشي بيقول لي لا خلي بالك انا مش ماشي واخد الحاجة معايا، كل حاجة موجودة. يعني انتهى رمضان مش الضيف، الصيام مازال موجود. بالظبط، انتهى رمضان القيام مازال موجود، تقدر تخلي الاحساس والمشاعر اللي موجوده يا فندم موجوده معاك السنه كلها. طبعا هو رمضان حاجه تانية، مدرسه بقى وكلنا مع بعض وكلنا صايمين والنفس تأتسي بمن حولها وربنا مريحنا من الشياطين، فيعني الموضوع مختلف، لكن كله مازال موجود. فحتى المحروم نفسه قدامه الفرصه. يعني اللي حرم من القبول في رمضان، لا يا سيدي الباب لسه مفتوح، انت حرمت من القبول ما زالت الجوهرة معاك، الدعاء ادعي ربنا هيقبلك. انت ايها المحروم تعازينا، ما زال القرآن بين ايديك. ايها المحروم تعازينا، قوم الليل في اي وقت. ايها المحروم تعازينا، صوم في اي وقت. بعض العلماء كان يقول انت بتدور على ليلة القدر ليه؟ ليلة القدر كل ليلة. فبنقول له يا مولانا، عايز اسألك سؤال في ليلة القدر وما لحقناش الحلقة اللي فاتت، هي ممكن تيجي كذا ليلة؟ السنة دي كل حد يطلع يقول ايه، بصوا الشمس طلعت النهاردة عاملة ازاي، بصوا ده كان فيه علامات يوم 25 ليلة 27 والله. بص هقول لحضرتك على حاجة، اولا هي ليلة متغيرة ومتنقلة، واراد الله عز وجل ان تكون زئبقية 21 23 25 27 علشان نجتهد، وكأن هذه احوالنا اصلا احوال زئبقية متغيرة ومتنقلة. كمان هي فيها اختيار قدري، انا بختار قدري وانا ساجد لله رب العالمين، هي عطاء ومنحة من الله تبارك وتعالى. ليلة 25 قد تكون، ليلة 27 قد تكون، لكن هي ليلة واحدة وليست اكثر من ليلة، وعطاء ومنحة من الله تبارك وتعالى. بس انا طب انا كل الليالي معايا برضو ممكن تبقى ليلة القدر، لامرين نقولهم بس بعد الاتصال. صح. مدام انجي مساء الخير. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير. كل سنة وفضلت الشيخ بخير وفريق العمل كله. أنا سعيدة جدا طبعا إن أنا يعني قدرت أتواصل تاني بعد فترة، ويا رب كده دايما نورتينا، يعني يكون لي الحظ يعني في المشاركة. نورتينا يا مدام انجي، تفضلي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بألف خير. كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، هل القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة قدر خلال فترة الرسالة، ولا نزل بالكامل في ليلة القدر؟ يعني نزل مرة واحدة في ليلة القدر، ولا نزل على أيام مختلفة بس برضو في ليلة القدر خلال فترة الرسالة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاضر. وهل أسأل، ممكن أسأل سؤال تاني؟ طبعا اتفضلي. الستة أيام البيض، يعني سبب ان الرسول عليه الصلاة والسلام صامهم، وايه السبب او ايه فضلهم، وليه بعد الست ايام البيض جم بعد العيد مش بعد رمضان على طول؟ وليه ايه بعد العيد مش بعد رمضان على طول؟ بالضبط. حاضر. ألف شكر يا مدام لمياء، نشكرك نورتينا جميعا. طيب حضرتك بألف خير. فضيلة الشيخ نجاوب بقى مدام انجي، بتقول هل القرآن نزل مرة واحدة في ليلة القدر على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كامل، ولا نزل في كل ليلة قدر؟ القرآن الكريم له تنزلات إلهية، تنزل من الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، ثم تنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم التنزل من السماء الدنيا إلى جبريل، ثم التنزل من جبريل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البداية مش في كل ليلة، وليس مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه يعني نزل مفرقا، ولذلك في فرق بين أنزل ونزل.
أنزل يعني جملة واحدة من السماء الدنيا إلى جبريل كان في ليلة القدر. بداية النزول في أول الآيات كانت أيضا في ليلة القدر، فهو البداية مش معناه أنه نزل مرة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. طيب بتقول الست أيام البيض، يعني إيه السبب أنه هم مش بعد رمضان مباشرة، يعني في فترة اللي هم أيام العيد؟ رقم واحد أن إحنا ممنوع وحرام تحريما كاملا وقويا صيام أيام العيد، يوم عيد الفطر وأيام عيد الأضحى. فأنا عندي يوم عيد الفطر هو يوم واحد فقط حرام أن نصومه، ممكن من تاني يوم أبدأ صيام الستة من شوال. يعني إحنا عندنا العيد بإذن الله بكرة إن شاء الله، ممكن من الجمعة الناس تبدأ تصوم الستة من شوال على طول وإسراع وأفضل، والجسم لسه متعود على الصيام فيسهل عليهم. في ناس بتحب كده تاخد الست أيام ورا بعض من يوم الجمعة. ما ينفعش هصوم يوم العيد، لا هفطر يوم العيد وأبدأ صيام من يوم الجمعة. اسمهم الستة من شوال، ما اسمهمش الأيام البيض. ده بتقدأ دي بلغتنا إيه؟ احنا دايما نقولهم الستة البيض. لكن هي الأيام البيض اللي هي الأيام 13 14 و15 الثلاثة اللي في وسط الشهر لبياضها لاكتمال القمر فيها. إنما الستة من شوال اسمهم ستة من شوال، فضلهم روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر كله. ليه؟ في حديث آخر: من صام رمضان فشهره بعشرة أشهر. ليه؟ اليوم بعشر، فعشرة في 30 بكام؟ بتلتمية. وست أيام في 10 بستين، والسنة كام؟ 360. فالله يصوم رمضان صام السنة كلها كأنما صام العام كله. طب عندي سؤال، لو إن الشهر جه ناقص يوم، جه رمضان 29، ربنا يدي لك اليوم ده من عنده وكأننا صمنا 30 يوم. فين الدليل؟ الحديث في الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه شهر رمضان لو جاء ناقصا لأكمله الله في الأجر. فلو جه 29 هيدلك أجر 30. فأدي السبب في مسألة الصيام ستة من شوال، وده فضلهم. وكمان أنا بصوم ستة من شوال عقب رمضان ليه؟ إعلان محبة. يعني إيه إعلان محبة؟ كأنني أعلن لربي أني أحب طاعتك وأحب الصيام لك، أنت فرضت علي رمضان وأنا أصوم لك ستة من شوال إعلانا لمحبتي لك يا رب العالمين. جميل. طيب نرجع تاني بقى للعبادة وعبادة ما بعد شهر رمضان المبارك. والناس اللي بنقولها دايما، نقول إيه؟ رجعت ريما لعادتها القديمة، كله رجع تاني، مقصر، ينسى شوية حاجات، يتكاسل في بعض الأمور، ويعني وما يخص أعمال الخير يتكاسل في الصيام، في الصلاة، في العبادة، في قراءة القرآن الكريم. صلي على سيدك الرسول عليه الصلاة والسلام. سنتو انت بتكلمي حضرتك، انا افتكرت حاجة. ما انا حسيت ان انت هتقولي حاجة وتخضيت، قلت هيقولي ايه؟ طيب لا افتكرت ايه. هو الفرس في السباق وفضل يجري 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 يجري، لما وصل الى خط النهاية وفاز بيحصل له ايه؟ مش لازم ياخد ريست؟ تمام، يهدى وياخد نفس. احنا كده، انت صمت ما شاء الله 30 يوم وقمت 30 يوم وقرآن، حاجة كده رائعة جدا. من حقك تاخد ريست؟ من حقك اهدى، من حقك اريح شويه. طب الراحه تبقى ازاي؟ هقول لي سعادتك، بس الراحه بشرطين. اصله طبيعي جدا انه دايما، تلاحظي حضرتك عقب الشغل الكتير اهدى شويه. تمام، طبيعي، انا مش هفضل اجري طول وقتي خالص، لازم اهدى شويه. تمام، طب انا ممكن اهدى بس بشرطين. الشرط الاول عدم التقصير في الفرض، الشرط الثاني عدم الجرأة على المعصيه. ههدى بس هصلي الظهر. مش قادر يا مولانا اقيم الليل اليومين دول، مفيش مشكله، واحده واحده، وخد نفسك بالهادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام احمد: لكل عمل شره، كل عمل له شره يعني قوه ونشاط، ولكل شره فتره. لازم يحصل نوع من الفتور، فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. طبعا. سيدنا عمر يقول: لهذه القلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل، واذا ادبرت فالزموها الفرائض. ممكن احس بنوع من الهدوء. اوعى تفتكر انه مش معناه ان ربنا ما يقبلكش، لا طبعا، ربنا قبل ان شاء الله، وباذن الله تكون من المقبولين. بس خلي بالك، اوعى تتجرأ على معصية الله، واوعى تقصر في فروض الله. طيب
ناخد ام محمد. ام محمد سلام عليكم. سلام عليكم يا بنت، ازيك؟ عليكم السلام، الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. حضرتك بالف خير يا رب. الشيخ طيب يا رب، الله يصلح حالك يا بنتي، الله يصلح حالك. والله كنت عايزه استفسر بس من سياده الشيخ. اتفضل. جوز، انا خدت جوزي باربع، يعني خد هو اللي عايش، اخدته باربع عيال يتيمه. فانا ربيتهم وجبت ثلاثه، والله ربيتهم بما يرضي الله وكده. بس لما كبروا انا اقول الحمد لله، كل واحد بقى في حاله ومحدش بيسال علينا ولا كده، ومفيش الا واحد بس هو اللي بيسال عليا، الله يصلح حاله. وحتى اخواتهم ما بيسالوش عليهم ولا حاجه. انا يعني جزايا انا عند ربنا هيكون ايه؟ عشان بيقولوا لي يعني اليتيم بيبقى يتيم الاب، لكن انا ده يتيم ام بس. فانا يعني عند ربنا زي ايه؟ عايزه اسال بس الشيخ، يعني على كده عايزه اعرف جزايا عند ربنا هيبقى ايه، واخد جزا ايه ولا مش هاخد جزا ولا هعمل ايه؟ عشان هم مش بيعاملوني حلو. طب هم من زمان مش بيعاملوا حضرتك حلو ولا بعد ما؟ لا لما كبروا والله العظيم، وكل واحد معاه شهاده. نعم سامع حضرتك، اتفضلي. هم اما كبروا، واما كبروا بقى وقالوا بقى ان انا مش كده، بقوا كل واحد بقى في حاله. هم ما كانوا هم بعد ما كبروا عرفوا ان حضرتك مش والدتهم يعني؟ لا، او هم صغيرين كانوا عارفين، بس ايه بقى اما كبروا يعني بقوا في الاعدادي وكبروا، كل واحد معاه شهاده، ثلاث صبيان كل واحد معاه شهاده وشهاده وعمل، يعني شغل بره وشهاده معاه. واولاد حضرتك علاقتهم ببعض والله ايه؟ والله ولاد عيالي ما تعلموش، والله يا بنتي انا رعيت ربنا واشتغلت وتعبت عليهم وكفيت، لكن عيالي ولا وديتهم دروس ولا حاجه، طلعوا عيالي من غير شهادات حتى من الكبير، ولا معاه حاجه صنعه ولا اي حاجه، مشتغلش الا كل يوم في قهوه، يوم هنا يوم، ولا معاه شهاده ولا حاجه، طالع بابتدائيه، والبنتين طالعين بالاعداديه وما كملوش. قلت لهم اقعدوا انتوا بنات هتتجوزوا واقعدوا، لكن ده دول كل واحد معاه سنة ومعاه شهادة. والله يا بنتي رعيت ربنا فيهم، والله كنت بسيب عيالي عيانة ورعي ربنا فيهم عشان أقول دول يتامى وأكسب ثواب فيهم. بس لما كبروا بقى واحد بس هو اللي بيسأل علي، لكن الباقي ولا ما بيعرفوش إخواتهم. البنت تقول لك أنا أعمى وما شوفش إخواتي، أعمى وما شوفش إخواتي، اللي هي اللي هي بنت حضرتك، البنت بنته الكبيرة بنته هو. تقول لك أنا أعمى وما شوفهمش، والتانيين بيسألوا أسئلة كده غريبة، سؤال بس من بعيد، مش إلا واحد هو اللي يسأل عليا. فأنا كده ذنبي عند ربنا هيكون إيه يعني؟ وجزايا إيه عند ربنا؟ حاضر. تبين يا أم محمد، الله يرضيك يا ام محمد ويكبر بخاطرك، انت جزائك الخير كله، انت امنا كلنا وعلى راسنا كلنا، ودموعك غاليه علينا كلنا، واللي انت عملتيه مع زوجك ومع اولاد زوجك الاولاد الايتام ومع اولادك مش هيضيع ابدا، وشغلك وتعبك وعرقك عند ربنا مش هيضيع ابدا، والايتام اللي انت ربيتيهم دول كانوا يتامى الام، ايوه يتامى، وهتاخد الاجر رقم واحد، تبقى اول واحده ست مع تدخلي الجنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان تدخلي الجنه في اعلى الدرجات باذن الله. ربنا يا رب يجعلك من اهل الجنه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. شوف الاثنين قريبين من بعض ازاي، شوف متجاورين لبعض ازاي، شوف ما ينفصلوش عن بعض ازاي، شوف ما يبعدوش عن بعض أبدا. فإن شاء الله بإذن الله تكوني من أهل الجنة ورفيقة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الولاد بيسألوا، اللي بيسأل شكرا جزاه الله خيرا وله الأجر والثواب، وطمر فيه التربية. اللي ما بيسألش براحته، ما طمرش فيه التربية، هو هيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان اللي ربيه لكنود نكر للجميل، اللي ينكر الجميل ده هو اللي وحش، مش انت اللي وحش. وانت بيتك مفتوح، اللي يجي أهلا وسهلا، اللي ما يجيش براحته، وانت معززة مكرمة. ربنا يرضيك يا أم محمد. أمين يا رب. أمين يا رب. الحكمة من وجود الأعياد في حياتنا إيه؟ هو العيد اسمه عيد ليه؟
علشان بيعود ويعود علينا بالفرح والسرور. ودايما عطاء ومنح من ربنا للفارس اللي عمال يجري، استريح وافرح. ادي السر اللي انا بقوله لسعادتك، افرح. بس خلي بالكم، اعيادنا اعياد موصولة بالله رب العالمين، اعياد تبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. أعياد تبدأ بالصلاة، إحنا نبدأ أعيادنا بالصلاة. أعياد موصولة بالله رب العالمين، بنصل الأرض بالسماء في هذه الأعياد. فليست الأعياد فرصة للمعصية، وليست الأعياد فرصة للانطلاق والسيئات. وانتبهوا، تحذير هام، تنبيه هام يا جماعة، الشيطان مربوط 30 يوم وانت منطلق ما شاء الله، صيام وقيام وقرآن وصدقات. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاة والسلام. مريح بقى، بقى له 30 يوم مش مريح، هيقوم يشوف شغله بقى. ده عارفة حضرتك اللي هو متغاظ وعمال يتلوى في سلاسله، مجرد ما هينطلق من السلسلة عايز يمسح كل اللي عملته في الشهر في أول ليلة. فانتبهوا لده، تنبيه هام. والله يا جماعة أنا كنت بقى قاعد كده في جنينة كده، بص في السماء، أول ما يقولوا بكرة العيد أحس إن السماء اتغيرت. بصوا على السماء، بصوا على الجو شكله إزاي، والله بحس إن الهواء بيتغير. مجرد ما يقول بكرة العيد وانطلاق الشياطين ببقى خايف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا تخافوا، هو متغاظ من اللي أنت عملته، زي ما بتغاظ منك على عرفات ويستناك في منى، وتلاقي الناس مش طايقة نفسها في منى. ليه؟ من اللي عملته فيه في عرفات. فأنت دلوقتي عملت فيه كتير جدا في رمضان، صمت وقمت وقرآن وصدقات، فهو مستنيك ومستحلف لك. انتبهوا بعد اذنكم، عدوا اول ليله العيد، اوعى المعاصي، اوعى السب، اوعى الشتم، اوعى التقصير في الصلاه، اوعى تنظر يعني الى صور. يعني هو بيبقى شادد حلو اول يوم اكتر من اي يوم، طبعا مش متغاظ وعايز بقى يبين شطارته قوي، فيمسح كل اللي عملناه في يوم. في بعض الشباب، بعض الشباب ممكن يكون شايل كارت الممري وعليه صور وحشه جدا، مجرد ما جه العيد ركب الشريط وقعد يتفرج، وكان ربنا مثلا بيحاسبنا في شهر رمضان. بس بالظبط يا جماعه، يا سيدي بالظبط، كن ربانيا لا تكن رمضانيا. ما تكونش رجل مناسبات، تعبد الله عز وجل في اللحظات وتتركه في باقي الايام. اوعى تكون رجل مناسبات، لا، استقم على امر الله او عباده ربنا تبقى في وقت الشدائد بس. يعني في بعض الناس ما تسجدش وما تصليش غير لما يبقى في مشكله، حلت المشكله خلاص رجع. ديننا لا يعرف التلون ولا التفلت ولا الزوغان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اليه رجل، يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. يا رسول الله ما اكثر ما تخاف علي؟ فامسك النبي بلساني وقال هذا. الغيبه والنميمه والكذب اوعى في يوم العيد، الشيطان متغاظ جدا. افرح، افرح بطاعه الله، افرح باكرام يتيم، افرح ببر والدين، افرح بصله ارحام، افرح باطعام الطعام، افرح بلقاء الاصدقاء، افرح بقعدتك مع العيلة، افرح بلقمة جميلة، افرح بطاعة الله، اوعى الفرح بمعصية الله. احذر، تنبيه هام ليوم العيد ده. الله اللهم بلغت، اللهم فشل. والله كلام مهم جدا. انا وانا قاعد القعدة دي بعتبر نفسي قاعد في وسط بيتك وقاعد في وسط عيلتك، خايف عليك. فبعد ساعتين ثلاثة هيتفك الشيطان، انتبهوا. ربنا يستر. الله يسترها علينا وعليكم. يوم العيد يوم الجائزة. إليه يوم الجائزة بقى. ورد في حديث ضعفه بعض العلماء، لكنه حديث جميل أو يعمل به في فضائل الأعمال، إن يوم العيد أول بقى ما يشرق يوم العيد ويبدأ الناس يخرجوا عشان يصلوا العيد، إن شاء الله نصليه في المساجد عشان ظروف كورونا، وربنا يرفع الوباء وينزل الشفاء ونلتزم بالإجراءات الاحترازية. الله يرضيك، خلينا نعدي الأزمة دي إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. فوإحنا خارجين بقى من بيوتنا رايحين المساجد، الملائكة بتنادي علينا، يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم. فإذا برز الناس في الصلاة في المصلى نادى الله عز وجل، يا ملائكتي ما جزاء الأجير العامل إذا عمل عمله؟ قالوا إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول الله عز وجل، أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب صيامهم وقيامهم رضاي ومغفرتي، أفيض عبادي مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. يلا نملأ الفضاء تكبيرا في مطلع الفجر في المساء، في الظهر في العصر في العشاء،
نقرب الأرض للسماء مرددين أحلى نداء، الله أكبر الله أكبر، أحلى نشيد في يوم عيد، الله أكبر الله أكبر، أول صوت لدى الوليد، الله أكبر الله أكبر، بدء الصلاة نور الوجود، الله أكبر الله أكبر، عند الركوع عند السجود، الله أكبر الله أكبر. لا أنت مبدع النهارده. هقول لك زي ما أنت بتقول إيه العظمة دي. ختام الشهر بقى. ختامه خدت الطاقة كلها بتاعت الشهر. أي بالظبط بالظبط، فرحان فرحان إن ربنا إداني العمر وصمت، وإداني العمر وحضرت رمضان، وإداني الرزق، فطرت وفطرت أولادي وفطرت الناس، فرحان قوي، فرحان بطاعة ربنا. أمال أفرح بإيه؟ وطلعنا في البرنامج وقلت للناس. طبعاً يا سلام، وأنا مين؟ عشان ربنا يختارني وصل للناس كلمة، والله ما نطقت إلا بإذنه، ما هو الحد الدعوة بإذنه، ربنا هو بيكلم عن وظائف سيدنا رسول الله، قال إيه؟ يا أيها النبي سيد وتجراسي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإيه؟ بإذنه. طبعا فهو ربنا يأذن وييسر ويتقبل. صح. يلا نكبر بقى ونفتح عشان لازم نفتح. يلا كلنا نكبر يا جماعة، يلا أيها المشاهد أيتها المشاهدة، نكبر فرحا وسرورا، نكبر قبولا وغفرانا، نكبر عتقا من النيران، نكبر بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة وهنا يا رب، وربنا يتقبل مننا كلنا. نورتين يا فضيلة الشيخ. نوري. كل عام وحضرتك كل بخير. كل سنة وحضرتك بألف خير، وأشوفك على خير إن شاء الله. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره، من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.